أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية. جاء ذلك خلال اللقاء الأخوي الخاص الذي جمع الرئيس السيسي وكل من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القاسمي. تعزيزا للتضامن العربي ودعما لوحدة الصف، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات كلا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وفخامة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معربا سيادته عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية. هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر الكرام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وكل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وفخامة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي مدينة العالمين الجديدة ومنتجع ريجل هايتس ومرافقه السياحية.